الرئيس السيسي يشدد على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في إنشاء محطة الضبعة النووية. شكري في الخرطوم غدا لبحث سبل تدعيم العلاقات المصرية السودانية. السعودية والإمارات ترحبان باستجابة حكومة اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار. الخامسة مساء الثالثة في جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء محطة الضبعة النووية، وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تطورات المشروع، أكد الرئيس على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلا عن تنويع مزيج الطاقة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي انه تم خلال الاجتماع اطلاع الرئيس على اخر مستجدات انشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الادارية الجديدة. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم غدا لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني في إطار تدعيم العلاقات بين البلدين. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية بأنه من المقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات المهمة مع كل من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني فضلا عن وزيرة الخارجية أسماء عبد الله. وأوضح المتحدث أن هذه الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية بالسودان. رحبت السعودية والإمارات في بيان مشترك باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، كما شددت الدولتان على ضرورة استمرار الأجواء الإيجابية وتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام في اليمن. السعودية والإمارات أكدتا أيضا على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات، مؤكدتين استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقاومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر قوات الحوثي والتنظيمات الإرهابية في اليمن. شن الجيش الوطني الليبي غارات جوية على مواقع تابعة للجماعات الإرهابية المسلحة في منطقتي عنزارة والتوغار جنوب العاصمة طرابلس. يأتي هذا عقب مرور عدة أيام على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات والقتال بين الجيش الوطني الليبي والجماعات الإرهابية. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون إن قرار إيران بتقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، مضيفا أن باريس ستواصل السعي للحوار مع طهران من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق. وقال لودريون إن طهران ما زالت أمامها عدة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم وإلى اللقاء.